سعد عابد كرياتور ديال تحدي ما يمكنش 2026. جيت لهنا عرضوا عليا المنظمين باش ندير واحد تدخل على هذاك التحدي اللي كنت قمت به في 2018 واللي كان فريد من نوعه، حيت مشيت ل 26 مدن، تلاقيت مع 26 نجم في ظرف 26 يوم باش نساند الملف ديال المونديال 2026. مع الاسف ما جبناش المونديال ولكن جبنا ديال 2030، وانا فرحان بزاف حيت في هذيك المغامره وداك التحدي قدرت نتلاقى مع نجوم العالم اللي هضروا بطريقه ايجابيه على المغرب واللي عطاو لي المسانده ديالهم، واللي دابا الحمد لله تنحس بان بحال قلتي ساهمت في الملف اللي جاي دابا ديال 2030، واخا ساهمتي بواحد 0.1% ولكن فرحان حيت تنهضروا على السوفت باور، على الدبلوماسيه الموازيه اللي حققنا لفضل البلاد ديالنا المغرب. ونتمنى من هنا ل 2030 من غير البنيه التحتيه اللي غتكون ومن غير الحوايج اللي عيد داروا تيران جديد، لوطيلات، لي زوبيتو، وهذا يكون واحد التغيير حتى هو في العقليه ديال المغاربه، حيت ما يمكنش نخليو البلاد تزيد بواحد الطريقه وحنا دايرين فرانامان وتنزيدوا بشويه، خصنا حتى حنا نمشيو في الفيتاس اللي غادي فيها البلاد، اللي تطور فيها البلاد بقيادة الملك ديالنا الملك محمد السادس. وهادشي اللي بغيت نقول، شكرا للناس اللي عرضوا عليا، وانا فرحان اللي عاود بارطاجي داكشي اللي وقع هادي شي سنين، عاوتاني رجعت في لي سوفينير مع ميسي، رونالدو، انيستا، زلاطان، والنجوم المغاربه بحال اشرف حكيمي وقاد المالح وجمال دبوس اللي تساعدوا معايا. سيرجيو بوكولو، دونك جو سوي لو فونداتور دو لا مارك ناشيون اوف سكيت، اي اوجوردي اون ا لانسي لو بروجي كينغ 1 اكس 1 qui est un projet de basketball incontré international. Donc l'idée d'être dans ce salon-là, déjà parce que nous, on est très ancré en Afrique, et c'est aussi parce que le Maroc sera une grosse étape de cet événement-là. En fait, c'est un salon pour moi, et est un grand tremplin pour toute institution qui veut avoir encore plus de visibilité, et c'est aussi pour essayer d'avoir d'autres collaborateurs pour faire grossir notre projet. بدا العالمي صاحب ذهبي ألعاب الأولمبية بارد، وصاحب نحاسيد ألعاب الأولمبية بارد، كنذكرو إدارة المعارض إكسبو إكسبو أفريقيا إكسبو على هذا التقييم، كنذكرو زامي. ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.